رافعين قضية لتخفيف الحكم ليه؟ طب ما انتوا مبسوطين اهو. هي دي مشكلة، مش مشكلة انها رقاصة، مش دي مشكلة. بلاش نبقى يعني، لان في ناس بيمتهنوا المهنة دي ومربوا ولادهم كويس. دينا بتحب ابنها جدا على فكرة، دينا الفنانة دينا الراقصة بتحب ابنها جدا وبتعلمه أحسن تعليم واخدة بالها يعني. مش ما ينفعش تاخد أم مثالية عشان هي رقاصة. انتوا مش متضايقين من الرقص، انتوا بتسقفوا للرقص، انتوا بتجيبوا الرقص ترقص في الفرح، انتوا بتشجعوا الرقاصة. الست دي مش زعلانة على ابنها، الست دي بتضحك وبترقص وعايش حياتها عادي ابنها في السجن.